بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله جل وعلا فرجا قريبا لهذه الأمة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وردنا والمسلمين جميعا إلى دينك رد جميلا. الحديث الثامن، حديث كالستيدات كم ذا سلسلة الأربعين النووية وسوري الإمام النووي عليه رحمة الله أيا وحاء حدي هي حديث كسابسا إن رسول كيري صلى الله عليه وسلم سوغو سوورينيو عمر ابن الخطاب ان كيسي عبد الله ابن عمر عن ابن عمر ويحصمرنا ان هو عبد الله ابن عمر ان هو رضي الله عنهما الى هي البدود برا لاهك هذه وحاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بيلي قال امرت حلي امري أن أقاتل الناس إن أن تتكلم تعلمه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلا إلهي أي مقرنسك القريان وأن محمد رسول الله إن نبي محمد نأو رسولك إلهي هي إلا كقريان إن عم حدي أن تتكلم تعلمه وأن دي مقرنسك دين تكرسي الله يأمره ويقيم الصلاة إن أي صلاة أوجان أي الله أمر ويؤتوا الزكاة زكاة إن بحيان أي الله أمر فإذا فعلوا ذلك دي أي صلاة سمعيان سري أو أي مقراس أي إلهي قراء والرسول كقراء والصلاة أي أوجان والزكاة بحيان فإذا فعلوا ذلك دي صلاة سمعيان عصموا مني وحي إقدرين دماءهم ليقودة وأموالهم حوله ذيك دورين إلا بحق الإسلام حق الإسلام كلها مو يعني وحق الله راعي مجرو وحسابهم على الله تعالى حسابته دنوحة يحانسة إلهي دشي بحانسة بقى حديثك وحا أشيغي إن رسولك عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الآن لا تقال موضتك عيالي أمر إلا إلهي كقريان وأن محمد رسول الله النبي محمد نبيه رسولك إلهي إلا كقريان ويقيم الصلاة صلاة كوغيان ويؤت الزكاة أو أي زكاة كبحنيان عيالي أمرين لا تقال موضتك فإذا فعلوا ذلك هذه أرمها السميان عصموا مني وحيك دورين أميك إلاليين دماءهم إيقودة وأموالهم إيحوله ده فنفتو ذي مالكودة وإيقا دورين إلا بحق الإسلام وحي إسلام حق ويشمو يعني وحسابهم على الله تعالى حسابتو ذي وحسابتو ذنا يوحي مقراس أيك صباح يا إلهي عيد سرين رواه البخاري ومسلم وحسوري لبضى إمام البخاري ومسلم وحديث يد صحيح أقول لي كتاب كودة صحيحة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.